مرة برحب بكل مشاهدي تلفزيون جديد وين ما كنتوا عم بتابعونا. السؤال يلي دايما بنطرحه مع اقتراب انتهاء العام الدراسي، خاصة فيما يتعلق بالشهادات الرسمية المتوسطة، خليني أقول تحديدا، دايما بنسأل هل رح يكون في امتحانات؟ هل رح يقدموا طلاب البروفي؟ هل رح تمشي السنة كما سابقاتها أم رح يكون عن جد في شيء جديد؟ وهل رح تجرى الامتحانات في مواعيدها؟ أسئلة كثير رح أطرحها على رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين بالتعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. كيفك اليوم؟ الحمد لله. يعني أول سؤال هيك كل الطلاب بيسألوه، في امتحانات بروفي أو ما في امتحانات بروفي؟ يعني مبلشين من السؤال الأبرز لهذا العام. هلأ بحسب وزارة التربية أكيد فيه. هلأ فعلياً نحن منحسها يعني بس اسم، نحن عم نعمل امتحانات رسمية، خلينا نكون نشففين مع حالنا، خاصة مع كل، خليني أقول، التغييرات اللي طرقت. يمكن بسمح لحالي أحكي بالموضوع لأنه عم نعيش التجربة هيدي السنة، أنه رح يكون في اختيار من بين ثلاث مواد، ما بين تاريخ وجغرافيا وتربية، ومواد تانية بفتكر المواد العلمية كمان، مزبوط، رح يتم اختيار مادة واحدة، ومن أصل هيدا الاختيار كمان صار في هيك تشحيل، خليني أقول، باللبناني للمناهج. 100% اللي تفضلتي فيه هو اللي صحيح. اليوم نحن كنا يمتحن الطالب، كان عندنا منهج متكامل ياخذ 170 يوم تعليمي، عم نحكي عن 30-34 اسبوع. نعم. اليوم نحن طلابنا الوزير وصلنا ل 104 ايام تعليميه بالرسمي، بالخاص قدروا قطعوا يعني نص الخاص حتى ما اقول الكل. اليوم طلابنا البعض مدرس 70-80 يوم، وصلنا لاخر العام نزلنا من 9 مواد يمتحن فيهم الطالب لخمس مواد، فيهم 2 لغات بين لغة عربية ولغة أجنبية. صح. والمات، ومادة علمية ومادة اجتماعيات. يعني اليوم أنت بطلتي عم تمتحني لا بالتسع مواد، صرتي بالخمسة بدل التسعة، أو بلس أنه المنهج كان عندك أنت مناهج، يعني عندك محاور كاملة بياخدها الطالب كل العام. صحيح. اليوم حتى قلصنا للنص للربع، يعني أنا اليوم عم بعمل امتحان بخمس مواد، بكل مادة عم بعمل بكم درس، فهيدا بظن يعني صار كتير بعيد عن مفهوم الشهادة، يعني خلينا نقول الشهادة الرسمية. صحيح. وبالوقت لمدارس خاصة بنعرف بعضها، برجع بقول تكاكين حتى ما أكون عم عمم، وبعضها مدارس فعلا عم تترك قيمة لشهادتها وما عم تقبل حتى بالمستوى اللي حطته الدولة اللبنانية ووزارة التربية، عشان بعض المدارس الخاصة عاملة روتريت، خليني أقول، يلي هي الكلمة المعترف فيها، إنه فترة بيدرس فيها الطالب بالبيت، عاطينهم حوالي 20 نهار كرمال يتحضروا لفحص المدرسه مش لفحص الامتحانات الرسميه. صحيح. وهيدا الشيء بيزعل، انه اليوم مدارس عم بتقوم بدوره عم تمتحن الطالب بكافه المواد وبكافه الدروس بالوقت اللي الطالب صار بطل عم يستهتر بال مدام نسرين. هلا اليوم يعني كونك حضرتك رئيسه اللجنه الفاعله للاساتذه المتعاقدين، اليوم هل انتم ستشاركون في خليني اقول هذه الامتحانات الرسميه؟ في لك على صعيد عم نحن بنتحمل مسؤولية بالنهاية، نحن مثل كافة القطاعات عم نعاني اقتصاديا، ولكن في مسؤولية طلابنا اليوم، نحن ما بنقبل يكونوا هن الضحية. نعم. مشان هيك نحن بنقول نحن مش مأعلنين الإضراب، لا إعلان إضراب ولا مقاطعة أو امتناع، ولكن اليوم بظل الوضع الاقتصادي في قسم نصف الأساتذة تقريبا لن يشاركوا في الامتحانات، لن يراقبوا ولن يصححوا. أنا معي أسماء أساتذة كان إلى 10 سنين و15 سنة بالتصحيح وعندها خبرة وكفاءة عالية، قررت لن تشارك لا تصحيحا ولا مراقبة. ليه؟ لأنه اليوم هيدا الأستاذ بطل قادر يوصل على المركز ليراقب. احنا بيظل يعني ما وصل حقوقه كل هيدا العام الدراسي، فاليوم الوزارة بتتحمل مسؤولية، مش ممتنعين من قول لطلابنا، ومش الكل مقاطع أبدا، ولكن في جزء من الأساتذة أصلا بطل قادر. لا بس ده جزء كبير عم نحكي، يعني صحيح. رح يكون في علامة استفهام، هل صح. سيلجأ الوزير مثلا إلى اعتماد مثلا حلول أخرى؟ هو لجأ مثل يحموا حالهم بوزارة التربية، لأن عارفين حالهم أنه ما رح يقدروا ينجزوا الامتحانات الرسمية، خاصة عم نحكي نحن جبل لبنان، نص مدارس لبنان موجودة بمحيط جبل لبنان، فيها نقص كتير بالأساتذة. ولكن اللي علامة الاستفهام، الوزير أصدق يعني سعى وزير التربية ومدير عام التربية، بنعرف أنه هو كان رئيس مصلحة التعليم الخاص، يعني هون تلاقت مصلحة التعليم الخاص مع وزارة التربية، لأن حتى نحن نلاقي حلول على حساب الأساتذة، ولجأوا لمرسوم ب 18 أيار الوقت اللي كانت الأساتذة ناطرة تاخد حقوقها، كنا عم نلجأ ومنخطط بوزارة التربية كيف نصفع الأساتذة ونطلع مرسوم 9189 يلي يجيز أنه الاستعانة بأساتذة التعليم الخاص. مع احترامي الكامل
للاساتذه التعليم الخاص اللي هن زملاء ونحن وياهم بمقلب واحد طبعا. ونحن وياهم مسلوبه حقوقنا يعني أكيد. بالبلد، ولكن نحن هون بنرفض من مبدا ما فيكم تساوموا الاستاذ عند الامتحانات الرسميه اللي ما دفعتوا له لا حوافز لا مستحقات. هلا بنحكي كل شيء وصل لوقت ما قادر يروح، بدل ما تتحملوا مسؤوليات عم تستعيدوا عنه، عم تستعيدوا عنه يعني. كيف عم تستعيدوا عنه؟ ومع كمان ايضا مش بس اساتذه التعليم الخاص، في اساتذه اللاجئين السوريين على طول وزاره التربيه بتقول لهم ما لكم حق عندي وانتم علاقتكم مع اليونيسف. كنا نطالب لهم يراقبوا تلاميذهم، ما يقبلوا وزاره التربيه. اليوم عم يستعينوا فيهم، بيبعثوا تعميم تاعو يراقبوا. لا هي مش قصه اغراء، رح يراقبوا كل رح يراقبوا الكل يعني اللاجئين، اساتذه اللاجئين السوريين واساتذه التعليم الخاص، ونحن مع احترامنا الكامل لهم وحقهم، ولكن مش هيك بتصير يعني. هيدا مش تنفيذ لقرارات البنك الدولي لما بيقول بدي خصخص القطاع العام وتبلش بهيدي الطريقه يبلش يعني نحن مثل ما بيقولوا عم نحفر بالتعليم الرسمي. لا ما بنقبل. اثنين، نحن ادفعوا حقوق الاساتذه. نحن اليوم انا بدي اقول للمشاهد وللأساتذة التعليم الخاص والمستعان، لليوم من عام أجريت الامتحانات الرسمية العام الماضي، في أساتذة ما قبضت بدل مراقبة عن العام الماضي. خلصت هيدي الجملة كفيلة بأنه هي 10 دولار ولا حدا يشارك 80 يعني. ألف ليرة و10 دولار سنة الماضية لهلأ نص الأساتذة ما قبضوها. وقبل ما أطلع معك مبارحة بعض الأساتذة دغري دقولي بليز قولي نحن عمال المكننة، رحنا اشتغلنا نحن بالدوائر بالانتخابات النيابية كمان اليوم عدا الانتخابات النيابية راحوا اشتغلوا عمال المكننة، هن اللي طلعوا العلامات لطلاب الشهادة الرسمية، هن اللي كانوا عم العلامات نعم كمان بعد ما قبضوا. قالوا لي نحن لليوم ما قبضنا، انتوا بعد عام ما دفعتوا حقوق الاساتذه يلي شاركوا بالامتحانات العام الماضي، كيف عم تجوا تطلبوا استغلال زملائنا بالقطاع الخاص؟ لا نحن بنقول لهم هيدا مكانكم، نحن مش قادرين، اللي مش قادر يروح، ولكن نحن عم نحكي من باب ما نقبل فرق تسد السياده يلي عم السياسه اللي عم تتبعها وزاره التربيه. ما هي اليوم ما دخل بقى الاستاذ لا الاستاذ بالمدرسه الرسميه ولا الاستاذ بالمدرسه الخاصه، يعني اليوم نحن قرارات خليني اقول الوزاره، وزاره التربيه هي التي عم توصل لها اللي حضرتك عم بتقولي يلي هو فرق تسد، ولكن اساتذه المدرسه الخاصه اكلينها مثلكم 100%. يعني هن الكل خليني اقول على ذات المركب يلي عم يغرق بنص البحر. صح، وعلى طول بيفكروا انه نحن عم نهاجم القطاع الخاص. لا ابدا، ما تجربوا تمشوا بهالموضوع. القطاع الخاص انا مع المدرسه الوطنيه ومع دعمها، ونصب كل يعني حتى كل الجهود تكون منصب لرفع يعني كل حال. انتم لازم تتكاتفوا يعني انتم ككاس اساتذه ومعلمين، يعني يمكن اكثر ناس اكلينها خليني صحيح. اقول بكل هالمشوار الماراثوني اللي عم تعيشوه نظرا لسعر صرف الدولار والغلاء المعيشي 100%. واساتذه القطاع الخاص بالوقت المدارس الخاصه كانت عم بتقوم بدور دوله، يعني نحن مش عم نهاجمهم هون. فعلا شيء مؤسف، وصلنا لمحل استغلال وراء استغلال. يعني اليوم انا بستغل فرصه من عبر منبري، نحن ليش اليوم هون؟ نحن ليش اليوم في استاذ متعاقد ومستعان وملاك؟ اليوم بدي احكي، اليوم في وزاره عم تخطئ، في روابط تصفق لأن روابط مستزلمة، روابط جاءت بأمر سياسي. نحن على صعيد رابطة التعليم الأساسي حوالي 30 ألف أستاذ كمتعاقد وملاك، ما انتخب ما شارك بالعملية الانتخابية إلا 1000 أستاذ ونجحوا ب 300 صوت، لأنه حرمونا نشارك بالانتخابات الرابطة. طلعوا هن عينوا ومددوا لأنفسهم رجعوا ذاتهم، اليوم ما بيتجرأوا يقولوا لوزارة التربية لا، دلهم يساوموا كل العام الدراسي، شاركوا بالانتخابات النيابية يلي كان هي أولى. وكانوا وعدوهم أصلاً أنهم هن يقبضوا كل كافة مستحقاتهم على أساس بالنهار ذاته رجعوا، قالوا لا رح بعد يومين خلونا نعملها بعد يومين، واليومين صاروا جمعتين وهلو مجرة يعني. ولليوم ما قبضوا الأساتذة ولا كل اللي شاركوا موظفين الإدارات العامة بدل الانتخابات النيابية. ليه يا رابطة ما قطعت الانتخابات؟ ليه ربطت كل العام الدراسي ما اخذت اجراءات؟ ليه انتم اللي وصلتوا التلميذ عم يدفع ثمن نفسيا اقتصاديا اجتماعيا؟ اهاليهم تعبانين، تلاميذنا تعبانين، نحن تعبانين. انتم ما تحملتوا مسؤولياتكم، انتم اللي شاركتوا وزاره التربيه، اللي رحتوا صفقتوا لوزاره التربيه، لانه وزاره التربيه محسوبه سياسيا وعلى توافق سياسي. وانا بقول لهم اياها، لما نبعد التربيه عن السياسه بنشتغل صح. كل ما نحن عم حاطين ايد سياسيه على وزاره التربيه بعمرنا ما حنرتاح، لا تعليم خاص ولا تعليم يعني حضرتك رسمي. عم بتقولي هلا مدام نسرين انه هناك اطراف سياسيه تتحكم في هذه القرارات يعني 100%. انا رح اقول لك استاذ الملك، اليوم انا المدراء بيطلع المدير العام، انا بدي اساله للاستاذ اشقر، بيطلع بيقول من يومين بريبورتاج عم يعني بيكون في ناخذ ونعطي، بيقول انه الحق على المدراء والعمال المكننه والاساتذه انه ما عم بيدخلوا الداتا غلط لحتى ما عم يقبضوا.
هل هذا يعقل؟ طبعا. هل معقول المدراء يعطيونا العافيه؟ مع انه نحن بمطرح في بعض المدراء كمان بيستخدموا نفوذ على الاساتذه، ولكن بدي احكي يعني مثل ما بقول واحد يحكي الدغري، هالمدراء عم بيقوموا بواجباتهم وعمال المكننه، ما فيك تقول وقفت 30,000 استاذ، اجاكم 37 مليون دولار، لليوم ما وصلت الا 90 دولار عن شهرين، وعلى سعر سيرة نصف الاساتذه. طب ليه نصف الاساتذه ما قبضوا؟ الحق على المدراء. طب هالمدير عم بيقوم بدوره وهالمكننة وهالاستاذ، مش معقولة إيبان رقم آلي 20 سنة قلنا بنقبض عليه وموجود بوزارة المالية، وعشرين سنة وبعدكم لكم من أول السنة كل جمعة بتقولون رجعوا دخلوا الداتا، عندك هون اون بلس يعني عم بتحملوا مسؤوليه. انا بقول هون للتاخير يعني، يعني فينا نقول انه هيدي طريقه معتمده لتاخير لك الصراحه. طب انه اذا انا بقول لهم اذا هن معالي وزير التربيه ما عم نتهمك ابدا، انت ساعات واشتغلت ولكن وعودك والمراسيم والقوانين لم تصرف. طيب شو المطلوب منه اليوم؟ بما انه نحن بدنا موجوده على الجديد لتطلقي صرخ، انا بطلب من وزير التربيه مع البنك الدولي مع اليونيسف، او هناك سماسره بين وزاره التربيه والبنك الدولي واليونيسف عم بتحط الاموال بجيوبها، يا يطلعوا يقولوا ايه، يطلعوا يقولوا للراي العام، يعملوا منصه وين صرفت ال 37 مليون دولار. ما تقولوا لي انا ما بقبل بقى انه في فلان غلط، مثل بلد في فلان غلط 37 مليون دولار بس ما في فاسدين، دفعتوا قسم اللي دفعتوهم لا يطلعوا فتات. اثنين بدي اقول اليونيسف اساتذه المستعان لحد اليوم ما قبضوا حتى مستحقاتهم الاساسيه، وهيدا الشيء امر مرفوض جمله وطبعا تفصيلا. اليوم بسألهم اليونيسف علي اليوم، أنا بتمنى منكم كأعلام تسألون هل هن فعلا اللاجئين السوريين بلبنان عم يتعلموا بالدولة اللبنانية بدون ما تدفع اليونيسف ولا ليرة من بدء العام الدراسي، أو هن دفعوا لوزارة التربية ووزارة التربية ما عم تدفع للأساتذة؟ يعني خلينا نحدد يعني المسؤولية. يعني اتهامات كبيرة هلأ. لا لا أنا يعني عم بتخليني أقول عم بتوجه البوصلة، ولكن عم نحكي عن ملايين الدولارات، ما عم نحكي عن دولار. وزارة التربية بتقول ما وصل مصاري من اليونيسف لأدفع للأساتذة، يا اليونيسف تقول أنا دفعت، يا وزارة التربية بيني لنا وين دفعتين وشو الأولويات عن حقوق الأساتذة، يا يونسف أنت ما دفعته، يا في مؤامرة على الشعب اللبناني وعلى الأساتذة بكل الدول اللي فيها لاجئين، نحن اللي منحترمهم واللي هن واجبنا نحن عم نقوم، هيدا موضوع تاني، ولكن نحن كل الدول اللي عم تستضيف لاجئين عم بيدفعوا اليونسف لتعليمهم للدولة اللبنانية ووزارة التربية. لا هيدا شيء معروف مصاري. يعني مش بياخذوا 20 و25 دولار ساعة الأستاذ، عم تعطوه دولار وما بدكم تعطوه إياها، أون بلس جيتوا رحتوا لبدل النقل، تظاهرنا مدام مريض شي بيزعل على اساس اقر هيدا الموضوع، اقر المرسوم بشباط، اليوم ما قبضوا الاساتذه، بتعرف شو بيكون رد وزاره التربيه؟ ما نحن اليوم موظفين ما قبضنا بدل نقل وما اخذنا نصف راتب، يعني انتم ساومتوا على حقوق الملك وعلى حقوق المدراء وعلى حقوق الاداريين وعلى حقوق المستعان والمتعاقدين والكاف وكافه الاساتذه، وجيتوا تقولوا حطيتوا لنا مرسوم لا يصرف، وين الاعتمادات لبين وزارة المالية والتربية؟ وعبرك بدي واجه لمدام لارا العبد الله مسؤولة قسم المحاسبة بوزارة التربية، بظن على وزير التربية يعيد القراءة بموقعها. مدام لارا العبد الله إلنا سنين تبعت الجداول على وزارة المالية وبيرجعوا بيخطئوا فيهم شهور، تصوري أساتذة إجرائي بدهم يقبضوا ألاف الأساتذة لأنهم أضربين ولانه بتعمل الجداول وبتبعتهم على وزاره الماليه، بيطلع فيهم اخطاء بنرجع نبعتهم، بيرجع بيطلع فيهم اخطاء، الكم 20 سنه بتشتغلوا هالقسم المحاسبه بوزاره التربيه وبيطلع عندكم اخطاء، يا اخي يا غيروا هالسيستم، يا غيروا هالموظفين، يا انا عم بعطيك اسم يا معالي الوزير، عم بعطيك اسم هيدي طالعه منك مدام نسرين، نحن ما بنعرفها. انا بعرفها وعم نحن ما بنعرفها، ولكن خلينا نقول انه حتى ما نتهجم بالشخصي على لا حدا. مش بالشخصي، خلينا نقول انه مسؤوليات ومهام عليا مسؤوليات، خلينا نقول انه في مطالب حضرتكم عم بتطالبوا فيها وفي حلول حضرتكم بدكم توصلوا لها، على أمل أنه الأيام اللي جاية تقدر خلينا نقول أنه تنقشع هيدي الغيمة السوداء ونقدر نشوف البياض من بعدها وتتوضح كمان مهامكم وعملياتكم وكيف رح تصير الأمور، على أمل أنك تقعدي مع معالي الوزير وزير التربية وتقدروا توصلوا لحلول بهيدي النقاط. أنا بدي أشكرك وإن شاء الله هيك توصلوا. آخر كلمة بدي أقول لك بس أنا بتشكرك بشكل الإعلام يلي نحن فعلا بيقول نحن لم ندفع لنطلع على إعلام ولا بيندفع لنا، نحن بنشكر أنه بعد في مساحة حرية هيدي الجديد عن جد.
جد هيدي الجدية الصوت الحر عن جد لكل مقهور ولكل لكل شخص عنده هيك خليني اقول مهمه بده يؤديها بهيدا الوطن. بدي اقول عبريك لكل الاهالي نحن معكم وحد اولادكم، فعلا كان احق نعمل برامج دعم نفسي لطلابنا، احق كنا نهتم نامن دعم مواصلات لطلاب المدرسه الرسميه. نحن اليوم مش مقاطعين، نحن اليوم فعلا بدات الفوضى بالمدارس الرسميه، لانه اليوم فعليا بلش الاضراب الفردي على صعيد اساتذه ومدارس. اليوم بنطالب وزاره التربيه تدفع بدل استحقاقات الانتخابات النيابيه، تدفع حقوق الاساتذه من حوافز وبدل نقل واجور وغيره. فكوا السر يا وزاره كل وزاره اليوم اذا في الحكومه مقصره او انتم مقصرين، انتم جزء لا يتجزا من هيدي الحكومه. وبس اسمحي لي اقول كلمه، بتمنى اليوم عند تشكيل ان شاء الله حكومه اذا وصلنا لها، ما بقى بدنا القضاة احترامنا لهم يشتغلوا بوزاره العدل، اي حدا يشتغل باختصاصه، بدنا وزير من خلفيه تربويه لحتى نحن بكيف ما كان مع احترامنا للجميع نشتغل الاستشارات بعيد عن بتوصل للوزراء ان شاء الله يا رب الشخص المناسب بالمكان المناسب. شكرا كثير لك استاذه نسرين.